حنا اليوم جينا عبر المنابر الإعلامية باش نبينوا أنه السيد وزير الصحة دار واحد الفئوية ولا بين موظفي وزارة الصحة. حنا المنحة ديال الكوفيد اللي تعطات الإخوان ديالنا والزملاء ديالنا بوزارة الصحة ما عمرها كانت عندنا ملف مطلبي، ولكن ملي كنجيو كنشوفوا انه حنا في المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش قمنا بالانخراط كأطر صحيه منذ بدايه الوباء في المغرب، خدينا مجموعه من الحالات، مستشفى الرازي اللي كان كياخذ كوفيد ومستشفى بنو طفيل اللي باقي حاليا كياخذوا كوفيد، قدموا واحد النتائج مبهره، كانوا مجموعه من حالات الشفاء، باقي عندنا حالات دابا في الانعاش في الشابيتو، الموظفين ديالنا باقي منخرطين فيها. اللي كنصطدموا انه وزير الصحه كيقدم كيقول انه راه عطى واحد المنحه ديال الكوفيد للاطر الصحيه، حنا كنقولوا انه الاطر الصحيه تابعه لمندوبيه وزاره الصحه ولا وزاره الصحه خداوها، ولكن حنا اللي تابعين للمركز الاستشفائي الجامعي كيتم الاقصاء ديالنا، مع العلم ان المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش واحد المؤسسه اللي هي اللي كتاخذ الحالات اللي كنعتبرهم حنا من الدرجة الثانية ومن الدرجة الثالثة، حيت والمستعجلات دابا والناس كيتوافدوا مجموعة من الحالات وانخرطنا بشكل جدي، كنشوفوا أنه كيتم الإقصاء ديالنا من ذلك. نحن في إطار سلسلة النضال اللي كنا وقفناها بسبب كورونا، تنصدموا اليوم بأن المركز الاستشفائي الجامعي لم يقم بصرف منح تعويضات كوفيد، في حين أن موظفي وزارة الصحة تم تعويضهم في هذا اليوم، هو صرف منحهم. من هنا نستخلص أن وزارة الصحة تنهج الإقصاء الممنهج لموظفي المراكز الشفائية الجامعية، وبهذا الخصوص فقد تم تصدير برنامج نضالي إن شاء الله سيبتدئ بوقفة بندوة صحفية يوم الخميس المقبل، ووقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 12 يناير. نحن نشجب أيضا وننجد سياسة الأذان الصماء التي تنهجها إدارة مركز الشفاء الجامعي بعدم تسطيرها للمشروع الاجتماعي لهذه المؤسسة، وكذلك في غياب المقاصف والحضانات وكل ما يخص الشق الاجتماعي لموظفي المركز، كذلك نشجب بشدة عدم المساواة والتفريق في منح كوفيد. بالنسبة لليوم يعني أولا بعدا شكرا للمنبر الكريم ديالكم للمواكبة ديال المستجدات ديال القطاع الصحي وغير ذلك. بالنسبة لمؤخرا الأحداث كل كيعرفها أنه كاين مشكل اللي هو أنه كانت المذكرة الوزارية الأولى اللي ترسلت للمديريات الجهوية ككل على أساس أنه باش يكون التعويض ديال الموظفين ديال قطاع الصحة في المحنة ديال كوفيد، لكن للأسف حنايا كنقابيين من داخل المركز الشفائي الجامعي بمراكش كنسجلوا التضمر ديالنا من مجموعة من النقاط اللي على الأساس ديالها هو أنه تم حاليا الإقصاء ديال الموظفين ديال المراكز الشفائية الجامعية خصوصا مراكش من المنحة ديال كوفيد، وهذا الشيء كنتسألوا عليه حنايا علاش الإقصاء ديال هذه المراكز الشفائية الجامعية، علما أنه بالنسبة لمراكش كانت المركز الشفائي الجامعي كان عنده واحد الأدوار كبيرة في الاتجاه هذا، وكان النسب ديال الشفاء في المرحلة الأولى كانت جد عالية وكانت مسجلة الأولى وطنيا، ولكن كنشوفوا أن الجزاء ديال الوزارة هي جازتنا حاليا، يعني مخلية الناس ما كاين لا تعويض لا حتى شي حاجة، ورغم ذلك أنه كان هنايا كنطرحوا واحد التساؤل ما بين قوسين هو في هذه النسبة ديال التعويض. اللي خص يعرفوا العموم هو انه نسبه كبيره ديال الموظفين في المركز الشفائي الجامعي تعرضوا لهذا الوباء وتصابوا بالوباء، كذلك كيف يعقل انه موظف يضحي بالحياه ديالو ومقابل انه كنلقاو انه الفتات التعويض لا يرقى الى التطلعات ديالنا حنايا كموظفين. هذا الشيء هذا خلى واحد تضمر في الاوساط ديال الشغيله، وفي المجلس الفيدرالي الاخير اللي اجتمعنا كنا ناقشنا فيه الصيروره ديال الاحداث ابتداء من المذكره الوزاريه وصولا لهذه المرحله الحاليه، واللي كان اجماع على انه نحن غير راضون على هذه الوضعيه اللي وصلنا لها، كان بالاحرى انه في دول الجوار وفي دول اللي كتحترم الموظفين ديالها كان يعني تعويضات في المستوى، كانت دول اللي هي في الجوار حدانا هنايا
تاخذوا قرارات ديال انه اي واحد اشتغل في كوفيد فهي كتنقص ليه عام من المده ديال التقاعد ديالو الى غير ذلك. ولكن هنايا للاسف كذلك كنسجلوا التضمر ديالنا من الفئويه تعاطي مع هذه المساله هذه. لا يعقل انه كندخلوا كاملين معرضين للخطر ولكن في التعويضات كنلقاو انه فئه عندها واحد النسبه وفئه اخرى عندها نسبه اخرى, في حين انه الفيروس ما كيستثني حتى شي واحد. هذا الشيء هذه المعطيات هذه كاملين جعلتنا اننا نعجلوا بالاجتماع ديال المجلس الفيدرالي ونناقشوا هذه الخطوات هذو ونخرجوا حاليا كخطوه اوليه للاعلام في انتظار انه كاينه خطوات مستقبليه ان شاء الله ابتداء من الاسبوع المقبل اننا غادي نخوضوا خطوات احتجاجيه من قبل مسيرات ووقفات احتجاجيه حتى تتضح لنا الرؤيه في هذه المستجدات هذه الاخيره اللي كاينه. وشكرا لكم.